بتحكي عن فلسطين وعن غزة وجاي هلأ تعمل عيد ميلادك. ايه، وبعتبر كل واحد عم يحكي من ورا الشاشة يشوف حاله وما يكون خبيث. أنا شخص ما أنا شخص حكاوي، أنا أكيد أنا ما حدا عم بيقولون ما عم نحس، وأنا ما حبرر حالي قدام أي شخص لأنه وجودي أو كيف بدي أقولها، كل شي حكيته من أول الحرب اللي عم بتصير لهلأ موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، ومني عايز برر لأي شخص موقفي. أنا مني خبيث، أنا في غير فنانين كنسلوا سهرات ومسكينوا عم يعملوا سهرات خاصة بلا ما نفوت نسمي، يعملوا أعراس وعشوات من ضمن الأعياد. أنا سهرت هيدا نهار عيد ميلادي بحق لي ابتسم، هيدا مش يعني ما عم بحس مع غيري. وما لازم نوقف نحن نكون بورني على الحرب بس اللي عم بتصير حاليا بغزة، في حرب بالسودان عم بتصير، وحرب بأوكرانيا، وحرب في كتير حروب عم بتصير، بس انه ما بيحق له الشخص يبتسم ونقطع السطر ونقطع السطر. اهلا وسهلا فيكم، انبسطت كثير انه تعرفت عليك. انا انبسطت بهيدا بالانترفيو كثير، انا انبسطت، القعده كثير حلوه. اهلا وسهلا فيك توفيق، كمان انبسطت انه شفتك على الطبيعه لانه هيك بنعرفك من ورا السوشيال ميديا ومن ورا انستغرام، هيك تخيلته هيك لانستغرام ما بعرف ليه تخيلتيني فطلعت اسم الله. قد ايه طولك؟ متر و93. ايه ان شاء الله بعد بيطول اكثر مع الوقت. يا لا بكفي، لا خلص انف، خلص ايه خلص نمو انف. ان شاء الله انبسطت كثير بزيارتك لإلي. بيوتيفول. وامتين مسافر؟ اذا الله رد هالنهار الجمعه. منيح لحقناكم على القد، كان لازم سافر اليوم ودقت لي مايا واجلت للجمعه لتكون معنا باعتراف، لنكون معك وننبسط مع بعض. اهلا وسهلا. ثانك يو. ميرسي، كانت القعده كثير حلوه، وهيدي انا اول مره لي، انا ما بطلع على الاعلام. حلو انك اول مره بتطلعي على التي في، تطلعي معنا وتكوني هالقد صريحه وشفافه. هي اول مره انا وتوفيق هيك شوي الكبار فيها ما بدنا ننكر فيها رهبه، ما كنت كثير متوقعة يعني، بس كانت كثير لذيذة وحقيقية. كتار بيتابعوا توفي لوك وبيتابعوا أحداثه وسفراته حول العالم وآراءه اللي بيعطيها بصراحة، بس اليوم حسيت يعني بمقابلتي معه وحتى من يلي بيتابعوه إنه توفي لوك مختلف عن الباقيين المشهورين على السوشيال ميديا لأنه جاي من خلفية مختلفة. في كتار ممكن يعني يختاروا يكون عندهم صفحة مشهورة، يختاروا أنه يشتهروا ليطلعوا مصاري من وراء السوشيال ميديا. أنا ما عم بقول أنه توفي لوك ما عم بيطلع مصاري، بس هو لأنه جاي من خلفية مرتاحة، من أهل معروفين، من عائلة كبيرة، يمكن البداية تبعيته كانت بس لإرضاء ذاته، بحب يقدم محتوى جديد، بحب يكون قريب من الناس، بحب يكون مشهور يمكن، فهيدا هو السبب اللي خلاه إنه يفتح صفحة ويصير هالقد بابليك أو مشهور. وبنفس الوقت أحداث كتيرة حكيناها بالحلقة سيف ذو حدين، ضايقته بمطرح ولكن ساهمت بشهرته وبزيادة الفولوورز عنده من ناحية تانية. الانترفيو كانت كتير حلوة ولذيذة وريتا عن جد بتجنن. شكرا لأنه استضافتنا، وفي كتير أسرار قلناها أنا وأمي أول مرة نطلع مع بعض على الإعلام، وإن شاء الله يا رب نطلع أكثر مع بعض. وشكرا، كثير انبسطنا بالانترفيو مع ريتا، كانت كثير حلوة، الناس تعرفت على وجه جديد إلي ولتوفيق. إحنا ما أنا ما بطلع أبدا على الإعلام، هيدي أول مرة، والناس يمكن تعرفوا علينا على وجه إلي وجه لابني. كانت كثير حلوة الانترفيو، وهيك الناس بيتعرفوا على وجه تاني لتوفيق غير اللي بيشوفوه ورا الكاميرا على طول بالسوشيال ميديا.